قديسيك يكونون شفعاء لنا وصلاحك متشفقا علينا. فكيف كنا نتجاسر أن نسبحك يا مخلص؟ أنت الذي لك تبارك الملائكة بغير فيا أيها العارف ما في القلوب اشفق على نفوسنا الآن وكل أوان وإلى دار الزاهرين. آمين. كثيرا تكاثرت ذنوبي يا والدة الإله، فإليك لجأت يا نطية طالبا الخلاص. فافتقدي نفسي الضعيفة وتشفعي إلى ابنك وإلهنا أن يعطيني غفران المساوي التي فعلت. أيتها المباركة وحدك يا والدة الإله الكليات القداسة تهمي ديني في سن حياتي يا شفيعة الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ الداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب اقبل منا في هذه الساعة الباتنة وسهل حياتنا إلى العمل بوصاياك. قدس أرواحنا، طهر أجسادنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، نجنا من كل حزن وشر ووجع. أحطنا بملائكتك القديسين لكي إذا ما كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه، فأنك مبارك إلى الأبد. آمين. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الزاهرين. آمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، يا من بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا أنك والدة الإله. إياك نعظم باسم الرب بارك أيها الأب القديس. ليرف الله بنا وليضئ وجهه علينا ويرحمنا. أيها الرب والسيد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطال، وأنعم علي أنا عبدك بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة،
نعم يا ملك وإلهي، هب لي أن أعرف ذنوبي وعيوبي وألا أدين إخوتي، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.